كورس رائع، كورس رائع جدا يعني، وما شاء الله عندكم ستاف دكاتره ما فيش زيه. دكتور احمد حليم ما شاء الله عليه، دكتور سلاف. جيت اتصدمت لانه ما شاء الله يعني الستاف كلهم عندهم يعني evidence based knowledge و both theory و practical، يعني الشغل تبعهم بيعتمد مش بس يعني على ال practice، it's all evidence based, research based و guideline based which is important يعني. ف I was happy ب both the theory و the practical. كنا اشتغلنا في لابس على الشيب هيد، تمام، كان الموضوع كويس جدا و types of lab دكتور سلافة كانت مغطيها كويس يعني. بص، هو دكتور محمد هشام شاطر جدا، بيوصل معلومة ببساطة وخطوة خطوة معاك، تمام. يعني الحمد لله حتى الامبلانت اللي انا حاططها طالعة ممتازة يعني، حتى بعد الاكس راي مسار اكس راي قبل طبعا وبعد بعد الاكس راي كمان، لا شغل جميل. البراكتيكال كبداية لينا ان انت تشتغل حالة عملي مع الكورس، دي حاجة كويسة. والعملي بيثبت لك النظري يعني، انت لو خدت يعني لو انت خدت نظري بس من غير ما تثبت بعملي فتتنسى وكأنك ما خدتش حاجه، فهو انت ان الحاله العملي دي بتثبت اللي فات. والله بص، انا مش عايز اقول لك انه الدبلومه بتاعتكو اسمها بيزك، لا الدبلومه بتاعتكو انترميديت فعلا مش بيزك. انا بصراحه عمري ما اشتغلت امبيد حلو، انا اتعلمت